باين بالك عالم والدين صح؟ لا مفيش عالم والدين. يلا الناس اللي ما عملتش الواجب ارفع ايدك. ها اسمك مصطفى. مصطفى ايه؟ مصطفى زغلول. ها عمر. يلا اسمك. ايوه مصطفى زغلول وعمر. ها عمرو. يا عمرو احمد جميل. مين تاني ليك امين مع نفسك؟ انا مش عايز يعني عايز اوصل بقى لمرحله. انا عايز اوصل مع حضرتك لمرحله ان احنا لما نخش لو سمحت ارفع الواجب بلاقي كل الناس ترفع الواجب عشان ما اعرفش بقى ايه وما عملتش ليه. وخد الاسامي واعمل مرتين والمره اللي بعدها اللي عمل مرتين. لا انا عملت مره ونص ونسيت سؤال. طب اعمل ثلاث مرات. المره اللي بعدها انا عملت مرتين وربع. مش ينفع الشغلانه دي. انا عايز اخش اشرح وبرضه مش هتنزل عن الواجب. ليه؟ لان انت هتكتب اسئله لازم بايدك غصب عنك. هكتبها لك هكتبها لك هنا في امتحان هتكتبها غصب عنك. مين اللي كان عنده مرتين؟ هو اللي قال. ايوه ايمن صلاح. ايمن صلاح ارفع ايدك. مجال ايمن صلاح. عملت ايمن مرتين. ما انت معقب ليه لما هي مره؟ ما تجمعهم كلهم وتعملهم في الاخر خلاص. ماشي. ها مش هقول على اسمك محمود خلاص. واحد قول معايا ملف كامل. لا عاش والله. في احمد رزق. احمد رزق لسه ليه؟ احمد ليه؟ لسه ليه؟ انت ايه السعاده اللي انت فيها؟ ده عشان كلاسيكو ولا فين؟ الله في ناس لازم تروح لها يعني. خد بالك. عمل يعني عشان انا واثق فيك. طيب ما علينا. انا النهارده يا جماعه قررت نبدا معاكم عهد جديد عشان نشوف مين الباقي. خلاص انت في الدوله زبطت. فابدا معاكم عهد جديد ومش اسال النهارده. مفيش اسئله. مش ايه؟ مفيش اسئله. ليه؟ الحمد لله. بس يا عم مفيش اسئله. لا النهارده احنا ان شاء الله هنبدا مع بعض الاندوكتايم. قبل ما ابدا مع حضرتك الاندوكتايم مفيش امتحان صح يا دكتور؟ في امتحان ولا مفيش؟ اسلم بقى لو مفيش امتحان. وانت مش هسالك ايه؟ انا مش هسالك عشان ما افكركش باي حاجه تكون ناسيها فتفتكرها وتكتبها في الامتحان. قبل ما ابدا معاك الاندوكتايم انا عايز اقول كلمتين صغيرين. ده طالب كان بيظن ان هيلموا الاندوكراين في الاخر. فبقى عامل كده. لان الاندوكراين بالظبط ايه؟ لا لا النسكافيه يا عم احمد ولا طنش. الاندوكراين لو حضرتك رحت الغردقه فطبعا سيبك من الناس اللي قاعده تاخد تاني هنا دي. دول اللي انا عايزهم. ففي بيبقى ساعات مضلل بحري كده، مضلل ده داخل في قلب البحر. تمام؟ وماشي على اعماق مختلفة من البحر. فالمضلل دوت لو ارتفاعه 3 أو 4 متر، وإحنا ماشيين هنا، ولسبب ما قالوا لنا إحنا لازم ننط. فلو حضرتك نطيت هنا على الشط على طول، رقبتك هتتكسر وهتموت. او على الاقل كسر لك رجلين ذراع. مش فاهم. مش فاهم. ده شاطر في الموضوع. دي الناس اللي هناك. اه ايه رايك؟ جمع اخبار. ده نايم بياخد حمام شمس. انا مالناش دعوه احنا عند الصغير كده. تمام؟ ايه بقى ده بقى؟ ده جس بقى، ده اللي داخل في قلب البحر. اه تمام؟ فلو احنا نطينا هنا يا احمد على العمق المنخفض ده هنقع على الدنيا تتكسر. لا لا يا الميه عادي شكلها. ولو نطينا هنا فده الجزء الغميق. الغريق. ايوه. العميق. ايوه. فاحنا عايزين
لو نطينا في الحته اللي لينا فيها طول بالظبط برضه احتمال كبير مصاب. فالامان ان انت تظبط نفسك وتنط هنا وتكون بتعوم. انا عايز اقول انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان الاندوكراين هو اصعب حاجه في الفسيولوجي كله. صعب صعب ليه؟ مفيش الا بعض اجزاء صغيره قوي اللي انت هتلاقي نفسك مش فاهمها، حاجات صغيره حتت هنا حته هنا حته هنا، انما في الاغلب اي جمله في الاندوكراين هتلاقي نفسك فاهم، خصوصا لو انت مذاكر بايو كويس، لان في حاجات كتير قوي من البايو والميتابوليزم عندنا هنتكلم عليه تمام. لكن اغلبيه الفسيولوجي كجمل جمل سهله، بس المشكله ايه بقى؟ انها كم لا نهائي من التفاصيل. كل هرمون في مجموعه من الاكشنز والميكانيزم اوف اكشن والديستربنسز والريسبتورز، وفي كل واحد من دول بيشتغل ازاي وبيحصل ازاي، وكلها واحد جوه كل واحده من الحاجات اللي بتحصل ديت تفصيلات حصولها اصلا موضوع كبير قوي. لو انت حاولت تختصر قوي مش تجيب حاجه خالص في الاندوكراين، ولو انت حاولت توسع قوي من غير ما تبذل جهد محترم هتغلق في الاندوكراين وبرضه مش هتجيب حاجه، مش هتطلع اصلا. لازم انا بقول اهو بدايه من النهارده انا بقول على كل حاجه لازم تذاكرها اول باول، طب مفيش جدال في كده، بس صدقني واسال الاكبر منك. الاندوكراين لو جمعت الحصه ولا الثانيه ولا الثالثه هيروح كله. ليه؟ في حاجات بتفهمها في الاول بتخدمك بعد كده، وكم التفاصيل اصلا متشابه جدا، لان انا هكلمك على هرمونات كتير قوي، كل هرمون فيهم بيشتغل ازاي بيعمل ايه والديستربنس، وهتلاقي فيه هرمونات بتعمل نفس الحاجه بس الطريقه مختلفه، كلمه في النص هي اللي متغيره، وتلاقي فيه هرمونات بتعمل حاجات عكس بعض، وتلاقي فيه هرمونات بتعمل حاجات قريبه من بعض. لو انت استنيت يا نهان عشان في الاخر تجمعي ده كله مش هتعرف. من النهارده لازم تذاكر الحاجة كويس قوي أول بأول. حابب تلخص لنفسك لخص لنفسك في ورق، حابب تعمل جداول اعمل لنفس الجداول، الجداول اللي في أنا أو في أي حد من الأساتذة زمايلنا، فاعمل الجداول اللي أنت عايزه. اتعب في الإندوكراين، إن الإندوكراين هو الباك بون بتاع سنة تانية. يعني خليني أقول لك إن 250 درجة بتوع سنة تانية في الامتحانات مش هيبقى فيها أقل من 60 ل 70 درجة إندوكراين. تقسيمين على الميدير وعلى الفاينل وعلى الأوضة. اقل من 70 درجه مش هتلاقي، يعني هو لوحده ينجحك خليك تجيب تقدير وهو لوحده يسقطك. 70 درجه لو طلعوا منك في الامتحان راح انت ما هتروح فين؟ هتعوضهم ازاي دول؟ لو سمحت انا باكد اهوت في اول حصه عشان الناس تشتغل على نفسها وتذاكر كويس. طيب في البدايه بقى هو اصلا يعني ايه اندوكراين؟ يقول لك والله اندوكراين دوت احنا عندنا خلفيه عنه من احياء ثانوي اللي هي موضوع الغدد الصماء. طيب علشان يبقى مفهومك اشمل واكبر وانت طالب بقى في سنه ثانيه حب فيسيولوجي كبير، فخلينا نفهم اصلا ايه الحدوته. الحدوته ان خلايا الجسم مش كل واحد فيهم عايش في كوكب لوحده. الفيسيولوجي مش بس دراسه الفانكشن، هو كمان the way these functions are integrated and regulated، ازاي وظائف جسمي بتتنظم وبتتكامل عشان تحقق لي هدف. كويس ده هو ازاي يعني؟ استاذ الله يعني انا بجبل ازاي؟ عشان في هرمونات بتخليني اكبر، انا بجري من الكلب، اذا انا محتاج مصادر طاقه، انا عامل عمليه، انا في حاله ستريس محتاج مصادر طاقه اكتر ومحتاج تعاملات معينه من الجدني، انا شربت ميه كتير فجسمي هيشتغل كله من يخلصني من الميه، لا انا احتفظت باملاح في جسمي كتير فجسمي هيشتغل كله عشان يخلصني من الملح الزياده. ما تنساش دايما وانت بتذاكر فيسيولوجي أن الهدف هو الهوميوستيس، هو أن نحافظ على البيئة ثابتة، وأن دوت علشان يحصل لازم كل أورجن مش بس ينفذ وظيفته، لا لازم وظيفته تتنظم صح وتتكامل صح مع الباقيين. يعملها إيه؟ تتكامل، يعني كلهم يبقوا متظبطين. طب إزاي أنا هحقق التكامل ده؟ بص بقى يا عم سالم، إزاي السيلز بيحصل ما بينها وما بين بعض تكامل. وخد بالك ان ديت شويه مفاهيم عامه، يعني لما اجي اقول لك يا حازم ان هناك طريقه للكونتاكت اسمها الاندوكراين
هرمون وطريقة أخرى اسمها باراكراين وطريقة ثالثة اسمها أوتوكراين. لو أنت عندك ضمير تقول لي أنا بارا يعني جم وأوتو يعني نفس، تقول بقى أنت عارف الكلام ده. أيوة بس أنا ما فهمتش برضه. هما كلهم يا دكتورة مواد بتطلع في الجسم علشان تأثر على خلايا تانية، بس الاندوكراين يا آية هي هرمونز غدد جلاند بتطلع مواد هنسميها بعد شوية هرمونز، والمواد دي بتخش في الدم. بتخش فين؟ فتروح تأثر على خلايا بعيدة distance. طب الباراكراين قالك الباراكراين والأوتوكراين الخلايا هتطلع مواد في الاكسترا سيليولار فلويد في المية اللي حواليها، في الباراكراين هتشتغل على النيبورينج سيلز، في الأوتوكراين هتشتغل على السيم سيل. ركز واسمع وافهم من الاول كده احنا عايزين ايه اصلا. احنا عايزين نخلي في تواصل وكونتاكت ما بين الخلايا وبعض. لا لا عايز لا دي حاجة. انت عايز ايه؟ هو فيها معنى لماذا تهمهم؟ ليه بتهمهم؟ ليه بتتكلم؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تحقق تواصل ما بين الخلايا علشان الوظائف بتاعتك تتكامل. فجسمك هيعمل ايه؟ هيستخدم مواد. المواد دي بالبديهة طالعة من الخلايا. والله في خلايا شغلتها ان هما يطلعوا المواد عشان يأثروا على الجسم كله، دول اسمهم الغدد الصماء او الاندوكراين جلاندز. فيطلعوا لك مواد يا عم احمد يحطوها لك في الدم والمواد دي تمشي توصل لكل الخلايا البعيده. بعيد والله طالما دخلت الدم يا عم اسلام هوصل لكل الخلايا. دول اسمهم ايه؟ اندوكراين كونتاكت. اسمهم ايه؟ اندوكراين كونتاكت. طب لو الخلايا طلعت مواد حطيتها في الاكسترا سيلولار فلويد، اسالي نفسك يا نورهان، هما أثروا على اللي جنبي يبقى باراكراين، ولا أثروا علي أنا يبقى أوتوكراين. هو على فكرة عشان ما تستغربش يعني في الأغلب الخلايا اللي بتطلع مواد عشان تأثر على اللي جنبها بتأثر على نفسها، بس الاتنين مرتبطين ببعض. فلما أثر على حواليا يبقى باراكراين، ولما أثر على نفسي يبقى أوتوكراين. دوت مفاهيم أساسية. كويس. بعض الخلايا المميزة بتطلع حاجات اسمها سايتوكاينز. من هي السايتوكاينز؟ قال لك السايتوكاينز هي سبستانسز بتطلع من خلايا بعينها تشتغل بالثلاث طرق. مين الثلاث طرق؟ بس دي مش خلايا عاملة غدد، دي خلايا جزء من سيستم تاني. يعني مثلا حد فاكر السنة اللي فاتت في الاميونيتي قبل ما تتلغي، حد فاكر ان الاميون سيستم كان بيشتغل بالسيتوكاينز ديت؟ كانت التي هيلبر سيلز لما بيجي يحصل عدو جوه جسم الانسان بتطلع مواد، المواد ديت بتعمل ايه حازم؟ تشتغل على نفسها فتبقى انشط، تشتغل على بقية خلايا الجهاز المناعي فالتي سيتوتوكسيك سيلز تشتغل، وتشتغل على خلايا تانية زي الماكروفيجز بعيدة عنها خالص علشان تبقى انشط في محاربة الميكروب او الأورجانيزم اللي داخلك. اذا السيتوكاين هي مواد بتطلع من خلايا. طب ليه كده؟ يعني دي ضعف اصلا لسه ما وصلتش حاجة يعني من قبل ما اشرح قاعدين عاملين كده. فدي ضعف الاندوكراين ولا مفيش ايه؟ الورق نفسه؟ هو الورق جه بس ما يعني ما علينا دلوقتي، خليك معايا. انتوا عاملين بقى كده؟ صحيح من بدري؟ تعالى سيدي. التكييف ممكن يشتغل. في طلبات تاني؟ حد عايز نسكافيه؟
طب فطال فطال الاول وبعدين نسكافيه. والله ما افطرت، والله ما افطرت عم. وحسن الصبح حسدين الصبح حسدين قبل دي. اه وانا برضه والله قولوا لي ان انت تعبت. لا لا يعني انا زي اخوك الكبير يا اخي. قول لي انت تعبان ولا تعبانين ولا مش تعبانين؟ شايفكم تعبانين؟ اه اه هنشوف هنشوف. انا بصدقك، انا مؤقتا بصدقك. فالسايتوكاينز هي مواد هتطلع من خلايا مميزه تشتغل الثلاثه زي حاجات بتطلع من الاميون سيستم، وزي حاجات دلوقتي جديده خالص كتبناها لك في الكتاب اسمها الاديبوكاينز. اسمها ايه؟ ما هي الاديبوكاينز؟ قال لك دي واضح انها مواد بتطلع من الاديبوس تيشو. انا ايامي كنا عايشين في ان زمن ان الاديبوس تيشو هو انا التيشو. يعني ايه انا التيشو؟ يعني نسيخ كامل، ما بيعملش اي حاجه. الدهون دي فاتل عليا دوت، كل دوت قاعد كده ماليش دعوه باي حاجه، يا دوبك عازلني عن درجه الحراره الخارجيه ومخزن الفات. اكتشفنا بعد كده ان الاديبوس تيشو دوت بيطلع مواد، والمواد ديت يا عم احمد طلعت بتطلع تخش الدم وتاثر على القلب مثلا، لدرجه ان في مواد بتطلع من الدهون بتبوظ القلب. ودوت من الحاجات اللي خلت العلماء يبداوا يفهموا ليه السمنه ريسك فاكتور خطير جدا على القلب، مش بس عشان هي حمل، لا ده كمان بسبب المواد اللي اسمها ايه؟ اديبوكاينز. اسمها ايه؟ طب انا اتسالت سؤال الحقيقه في الدكتوراه بس انا كنت مطبق فما ركزتش، مع اني لو كنت مركز كنت هجاوبه زي ما انت هتجاوبه دلوقتي. تعرف يعني المايوكاينز؟ المايوكاينز المواد بتطلع من المصل السيلز بتعمل ايه؟ بتاثر على كل الخلايا اللي في الجسم والتدخلات بتاعتك. طبعا في تفصيلات جوه الكلام دوت كتير قوي، بس ببساطه الاديبوكاينز او المايوكاينز او جنرالي السيتوكاينز هي مواد بتطلع من خلايا معينه تشتغل على كل الخلايا وعلى الخلايا اللي حواليا وعليا انا كمان. طب يا احمد لو الماده اللي بتطلع ديت بتطلع من النيرفس تيشو، هل عندك مانع اني اقول عليها نيورو؟ بس قبل ما اكمل السؤال، هي النيورو اثرت على نيورون تاني فاقول عليها نيورو ترانسميتر زي اللي احنا كنا بنشرحهم، ولا خرجت من الخلايا العصبيه دخلت الدم فهقول عليها نيورو هرمون؟ اقول عليها نيورو ايه؟ حد يعرف نيورو هرمون؟ الاوبيويدز. حد فاكر الاوبيويدز اللي احنا قلنا ان هم بيطلعوا من الهايبوثالامس يخشوا الدم وبيروحوا ياثروا على الاكوداكت اريا والكلام اللي انتوا عارفينه ده؟ مش انتوا عارفينه برضه؟ هنشوف هنشوف هنشوف. طبعا الادرينالين والنورادرينالين يعتبروا من النيورو هرمونز. كلامك صح. اي اسئله؟ السؤال انت عديت من العصب للعصب اللي بعده على طول في سينابس، ساعتها اقول عليك نيورو ترانسميتر، ولا انت دخلت الدم فاثرت على الباقيين؟ طالما دخلت الدم اذا انت هرمون حتى لو عمل الاثنين. تمام؟ بس ثواني، لو عمل الاثنين هتقول عليه على حسب مكانه. حد فاكر الاندورفين لما بيطلع من الهايبوثالامس للبري اكولاكتال اريا بنقول عليه نيورو ترانسميتر، لما يطلع من البيتيوتري بنقول عليه هرمون. كويس. اخر طريقه للتواصل ما بين الخلايا وبعضها حضرتك عارفها من سنه اولى، كان عندنا احيانا الخلايا بدل ما تصدع نفسها وتقعد تبعت مواد وبتاع، كانت الخليه دي والخليه دي يحط ما بينهم وبين بعض قنوات اسمها ايه دي؟ جاب جنكشنز، فكان اسمها الدايركت كونتاكت بتوين سيلز. تاني احنا لسه ما بدأناش، احنا لسه عايزين نفهم احنا هنعمل ايه. فاول حاجه احنا بنتكلم على احد طرق التواصل والريجوليشن ما بين اجزاء الجسم المختلفه. بيحصل ازاي الكلام دوت؟ قال لك الكلام دوت بيحصل بواحده من سبع طرق. وصلت على الدور بس هم سبعه لان النيورو ترانسميتر واحده والنيورو هرمون واحده ثانيه. الست طرق او السبع طرق اول ثلاثه ورا بعض اسمهم ثلاثة ورا بعض اسمهم وبعدين عندي حاجة اسمها وبعدين عندي حاجة اسمها وحاجة اسمها
واخر حاجه اسمها الدايركت ديت بتحصل من خلال الفرق ما بين الاندوكراين والباراكراين والاوتوكراين. ان الاندوكراين بيطلع من الغدد جلاند يطلع السبستانس تخش فبتتاثر على اي خلايا حتى لو كانت ريزيستنت. انما الباراكراين والاوتوكراين السبستانس هتطلع تخش فيه لو اثرت على اللي جنبي تبقى ولو اثرت عليا تبقى. السيتوكاينز بيطلعوا من خلايا بيشتغلوا بالثلاث طرق وعندي امثله زي الحاجات اللي بتطلع من الاميون سيلز وزي الاديب وكاين. لو ما انت بتطلع من النيرف سيستم من النيورونز ففي احتمالين، لو بتاثر على النيورون اللي بعد يبقى اسمها ولو بتاثر على خلايا يعني دخلت الدم تبقى نيورو. كلام سهل، حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ اعتقد ان احنا لسه ما قلناش حاجه اصلا ممكن يبقى فيها مشاكل. تعالى كده مع بعض نبدا نتعرف على الشجره بتاعتنا. الشجره دي مش شجره كامله، كان في حاجات تانية بتضاف فيه، بس خليني أول أفهم معاك عن إيه الشجرة. اصحى يا أحمد بيه، اصحى يا باشا. بطل دخل سالم. عندك إيه؟ صواع؟ لا معلش تاني. بس واضح إنها دعابة، أيوة. لا لا أنا حابب أسمع الدعابة على الملأ. لا خلي عندك الشجاعة الأدبية وقول. يعني تشيلني لوحدي؟ مش دول أصحابك؟ قول. لا مش صعب. ها خليك زي احمد كمان اخلص. اما اجي اقول لك كلمني عن شجره الجلاند في الجلاند دي هقعد تزعلي مني النهارده ارجوك، عشان النهارده يوم الزعل والخناقه. انا ما اتكلمتش في السياسه، بس الغدد الصماء اللي في جسمنا ليها رئيس. بس الرئيس دوت نص كم. يعني ايه رئيس نص كم يا هاجر؟ يعني بيحامي ناس على ناس، بيحكم ناس وما بيحكمش ناس. البيتيوتري جلاند الغده النخاميه هي رئيس الغدد الصماء. كويس. بس الرئيس دوت زي ما بقول لحضرتك رئيس نص كم. ليه رئيس نص كم؟ ركز واسمع، ما حدش هيجي يسالك في الكلام ده في الامتحان، بس صدقني فهمك وحفظك للكلام دوت من دلوقتي هيوفر عليك تعب كتير قوي. هتلاقي في حاجات من غير ما تذاكرها انت بتجاوبها. البيتيوتري بتحكم ناس وما بتحكمش ناس. مين اللي البيتيوتري بتحكمهم؟ الثايرويد والجونز الغدد التناسليه والادرينال. ومين اللي البيتيوتري ما بتحكمهمش؟ البارا ثايرويد. والبنكرياس والادرينال. وقبل ما ايمن يفتكر ان انا اتجننت وبقول على الادرينال ان البيتيوتري بتحكمها وما بتحكمهاش في نفس الوقت، فخليني افكرك ان الادرينال جلاند الغده الكظريه فيها نصين، اللي جوه مضله واللي بره كورتكس. البيتيوتري بتحكم الكورتكس بس ملهاش حكم على المضله. ملهاش حكم على مين؟ مين اللي قدامك ده؟ اسفين صلاح. تاني اللي قدامك هي شجره الغدد النخاميه، مش اي حاجه تانية. شجره الغدد النخاميه ليهم رئيس اللي هو البيتيوتري جلاند. ليه هو رئيس؟ لانه بيتحكم في عدد كبير من الغدد، تحديدا بيتحكم في ثلاثه اللي هم لا اسمع، الغدد اللي البيتيوتري بيتحكم فيها واحد، وبعدين انما البيتيوتري ما بتتحكمش في ثلاثه اللي هم المعلومه ديت لو انت عندك ضمير هتستخدمها طول الانتظار. ليه؟ لما اجي اقول لك كلمني عن الريجوليشن اوف ثايرويد هرمون يا عم احمد، انت ما تعرفش اي حاجه عن ثايرويد ولا هتسمع عنه. لكن بما ان البيتيوتري غده وبتحكم الثايرويد جلاند،
يبقى اكيد بتطلع لها هرمون ينظم شغلها صح. بس طب لو انا جيت اقول لك يا عم اسلام ان لو حصل ان انا شلت البيتيوتري بتاع عيان الانسولين في جسمه هيتاثر تقول لي لا لان الانسولين بيطلع منه هو ماشي طول الوقت بتفكر في الريجوليشن ازاي الهرمونات احنا لما نيجي نشتغل هنشتغل على الهرمونات دي. طب ازاي دول بيتنظموا مبدئيا هم تحت حكم البيتيوتري ولا لا ده اول حاجه كويس. في حاجات تانية غير الغدد ديت ممكن تبقى بتطلع هرمون؟ اه طبعا الناس اللي عندها ضمير عارفه ان في اورجانز غير الجلاندز بتطلع هرمون. يا دكتوره فاكره الاتريا الناتريتك بتاعت ولا اعرفه يا دكتوره انا لو اعرف اخبي عليك ليه اللي كان بيطلع من رايت اتريم يوقع الصوديوم انت فاكر انت فاكر التيرمال بريشر؟ التيرمال بريشر طب حد فاكر حاجه اسمها لين؟ ايه الانجيوتنسن سيستم فاكر لين ده بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ سلامتك عليك لين بيطلع منين؟ الكدني الكدني بيطلع من الكدني. هي الكدني في دول؟ لا الكدني اورجان ليه وظايف ثانيه خالص بس من ضمن شغله انه بيطلع هرمون. الليفر بيشتغل في الاكتيفيشن اوف فيتامين دي. فيتامين دي هنتكلم عنه كهرمون اذا الليفر دي بتعمل فانكشن. فاكر يا اسلام حاجه اسمها الاريثروبويتين؟ اه الاريثروبويسس كان بيطلع من كيدني اند ليفر. اذا الاثنين ليهم اندوكلاين فانكشن. الهارت بيطلع الاثيناتيتك بالتايد اللي انا بحاول افكركم بيه بس واضح ان مفيش امل اللي هو بيوقع الصوديوم في اليورين علشان ينزل ضغط الدم كان ليه وظايف ثانيه كتير. اذا اللي احنا هنشتغل عليهم هم الاندوكلاين جلاندز ومعنى ان هم الاندوكلاين جلاندز اللي هي الاورجنز اللي ربنا خلقها بس عشان تطلع هرمونز ولكنها يا الاء ليست الاورجنز الوحيده اللي بتطلع هرمونز. ماشي موافق؟ انا لا انا مش عارف اشتغل في هذه الاجواء وبعدين ده انا لسه على الاندوكلاين من بره فلما اقعد جوه تعملوا ايه؟ يا احمد يا رزق يعني لو تحب نوقف الحصه ربع ساعه تخلص كلام ونكمل عادي يا جماعه ارجوك انا لسه بنسمي الاندوكراين في اوله بيبقى بسيط بس مهم تمام. الانتروداكشن بتاعت الاندوكراين دي من الحاجات المهمه حاول تفهمها حاول تركز حاول تصحصح الموضوع مش صعب وانا ما بحبش ابقى قاعد اشرح الناس عامله كده. ايه ده يعني؟ يعني انت كده صاحي انت فاهم ولا ما انتش فاهم؟ مصمم تسرح؟ اضحك عليا. الله وفكر بقى في مانشستر وتشيلسي فكر في ماتش امبارح فكر في اللي انت عايزه واخد بالك بس بتتعامل ازاي؟ اقعد مش هقدر اوقفك وعلى كل حصه تعملوا انت ايه موضوع الثاني؟ وانا ما بتعمل كده يا هاجر انا ما بلقحش على حد بس والله هي اللي جت كده. البيتيوتر رئيس نص الكون لانه بيحكم ناس وما بيحكمش ناس ولانه مش هو اللي بيحكم. والله انا ماليش يد هي بتيجي ولا بتصع كده الاول لقيتها جه بعد كده حصل اللي حصل ده فانا ماليش دعوه انا ماليش ذنب. يعني ايه مش هو اللي بيحكم؟ قال لك يعني الجهاز العصبي المركزي لفوق مخلي واحد يتحكم في البيتيوت. مين الواحد ده؟ قال لك الواحد ده هو الهايبوثالامس. هو مين؟ وطبعا حضرتك من ساعه ما بدانا واحنا عمالين نتكلم عن الثالامس والفرق كبير
مش عشان ده هايبوثالامس وده ثالامس الاثنين مع بعض، لا هما الاثنين تو اورجانز ليهم وظائف مستقله. الهايبوثالامس ده تقدر تقول عليه الدزاع اليمين بتاع النيرفس سيستم، هو دوت اللي بيدور حاجات كتيره قوي بعيدا عن النيرفس سيستم، هيبقى عليك في الموتور وهيتلك تمام. التاني لما تفتح الكتاب كده في الاخر ثالامس وهايبوثالامس وشويه حاجات كده، الهايبوثالامس ده مش هتخافش تمام. بس بديهيا يعني الهايبوثالامس ده بيتحكم في ايه؟ في الاندوكراين سيستم، انا المسؤول عن اني اتابع الاندوكراين سيستم، هنحكم فيه من خلال تحكمي فيه. الناس اللي عندها ضمير بدات تفهم حاجه، ان الثايرويد علشان تشتغل في محور معين لازم نمشي فيه. الهايبوثالامس هياثر على البيتيوتري والبيتيوتري هتاثر على الثايرويد. طب كويس، طبعا هقول لك بقى بعد كده اللي بيحصل ايه، بس خلينا بقى نسال نفسنا سؤال، يبقى ايه العلاقه ما بين النيرفس سيستم والاندوكراينال سيستم؟ تقول لي النيرفس سيستم عامل موظف مخصوص علشان يدور الاندوكراين سيستم وهو الهايبوثالامس، فالموظف دوت بيتحكم في رئيس الغدد بطريقتين. الطريقه الاولانيه مجموعه من البلاد فيزلز، مجموعه من ايه؟ قاموا جايين العلماء وقال لك بلاد فيزلز تبقى سيركيوليشن، بس اي بلاد فيزل ما بين تو اورجانز مش منهم الهارت تبقى بولتال سيركيوليشن. تبقى ايه؟ اسمع بقى الكلمه اللي جايه دي. فالبلاد فيزلز ديت يا عم احمد اسمها كالتالي، هايبوثالامو هايبوفيزيال، هايبوفيزيال الهايبوفيسز هي الانتيريور بيتيوتري او هي البيتيوتري جلاند، بولتال سيركيوليشن. وانا عايز اسال سؤال للناس اللي عندها ضمير، الهايبوثالامس دوت جزء من الجهاز العصبي، بس المواد اللي هيطلعها في البولتر سيركيوليشن هتمشي فيه البلد، يبقى هقول عليها نيورو ترانسميتر ولا نيورو هرمون؟ اول طريقه للتواصل ما بين الجهاز العصبي والاندوكراين سيستم من خلال بولتر سيركيوليشن اسمها ايه؟ هايبوثالامو هايبوفيزيال بولتر سيركيوليشن. طب الطريقه الثانيه عباره عن ايه يا حازم؟ قال لك الطريقه الثانيه عباره عن مجموعه من النيرف فايبرز فاسمها تراكت. افتكر اسمها ايه تراكت؟ هايبوفيزيال تراكت، بس دول عباره عن نيرف فايبرز بينزل فيها هرمونات متصنعه جاهزه. ينزل فيها ايه؟ هرمونات متصنعه جاهزه، هتعرفهم بعد كده تحت اسم الـ ADH والاوكسيتوسين، وخدتهم في سنة. طب تالت طريقة للتحكم ما بين النيرفس سيستم والاندوكراينال سيستم حضرتك عارفها من سنة أولى. أصل الهايبوثالامس بيبعت أعصاب للأدرينال مضلة عشان الأدرينال مضلة تطلع الأدرينالين والنور أدرينالين في الدم. فاكرين السمباتيك؟ تاني بقى كده. مش دعوه بيبعت اعصاب، بس انت مش دعوه بالشيء ده جزء من الجهاز العصبي، اعصاب دي جنجيه بابا، بس بيطلع من الهايب ثاني بس بينزل في السباينال كورد، وبعدين بقى الطريق اللي انت عارفه اللي هو ايه؟ معلم في 5 لغايه 12. بص كده على البولت، انا بدات احكي معاك شويه في الاندوكراين سيستم اللي احنا اتفقنا ان هو ببساطه عباره عن دراسه مجموعه من الخلايا مالهاش وظيفه ثانيه. هما بيطلعوا مواد يحطوها في الدم اسمها هرمون. طيب مين هم الغدد اللي عندي؟ الغدد اللي عندي شجره بتيوتري فايس، في ثلاثه بتتحكم فيهم وثلاثه ما بتتحكمش فيهم، بس هو نفسه ما بيحكمش، يعني يجيله اشراف لحد تاني تخليه يحكم، والحد ده جزء من النيرفس سيستم. طب النيرفس سيستم بيتواصل مع الاندوكراينال سيستم ازاي؟ تقول لي ثلاث طرق، هايبوثالامو هايبوفيزيال بوتر سيركيليشن، يبقى هرمونز هتمشي في الدم. هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت تبقى خلايا عصبيه مباشره نازله من الهايبوثالامس عشان تستقر في البوستيريور بيتيوتري، وهنشرح الكلام ده تاني باستفاضه. وعض من الهايبوثالامس نازله للادرينا المضله عشان تجبر الادرينا المضله او تتحكم في خروج الهرمونز منها. حتى فهم اللي انا قلته؟
طب هل الاندوكراين سيستم بيأثر على النيرفوس سيستم؟ اه طبعا. وكلنا عارفين المثال الاول. يعني لما اجي اقول لك يا اخي ان في الشرح بتاعنا ان في حاجه اسمها هرمونات بتتحكم في الكالسيوم، تقول احنا طالما اتحكمنا في الكالسيوم فالكالسيوم بيؤثر على الاكسايتابيلتي. حد فاكر الكالسيوم والاكسايتابيلتي والسينابتيك ترانسميشن؟ الكالسيوم لما بيقل بيعمل ايه؟ اذا الاندوكراين سيستم بيؤثر على النيرف سيستم. كمان الثايرويد هرمونز دول ليهم تاثير مباشر على النيرف سيستم. يعني في الاخر العلاقه ما بين النيرف سيستم والاندوكراين سيستم علاقه متبادله. طبعا الاور هاند فيها لمين؟ للنيرف سيستم. بيتحكم في الاندوكراين سيستم بثلاث طرق. اول طريقه اسمها أول طريقة اسمها ثاني طريقة اسمها ثالث طريقة إشارات مباشرة من الهايبوثالامس إلى إنما الاندوكراينال سيستم هو كمان بيتحكم في أو بيأثر على النيرفوس سيستم من خلال تحكمه في أيون اسمه ومن خلال هرمون مباشر اسمه الثايرويد. تعال بقى نبدأ نتكلم عن كلمة هرمون. أي هرمون؟ قالك هرمون هو مادة طالعة من الغدة داخلة الدم. ده كلام محوري. طالعة من جلاند أو من أي أورجن، لكن الكلمة المحورية في الموضوع إنها تخش الدم عشان تأثر على الديستنت سيلز. وهنا خلينا نعلق على نقط معينة. أول نقطة إن بعض الهرمونز بتأثر على كل التيشوز. وهنتكلم على الجروث هرمون اللي أنت عارفه من ثانوي. هرمون النمو. هرمون النمو يا آية ما بيختلش دراع ودراع، ما بيختلش نص ونص، بيخلي خلايا الجسم كلها تبقى في حالة جروث. لو في هرمون تانية نوز بتختار تيشو معين وتشتغل عليه زي الهرمون اللي هيطلع من البيتيوتري للجلد، ده هيروح يشتغل تحديدا على الجلد. زي الهرمون اللي هيطلع من البيتيوتري للثايرويد، ده هيروح يشتغل تحديدا على الثايرويد. طب هرمونات الجلد بتشتغل برضه مينلي على السكس اورجنز حتى لو ليها الاسلوت. اذا الهرمون ممكن يشتغل على كل الخلايا وممكن يشتغل على خلايا معينه. والهرمونز يا اسلام بتاثر في كل وظائف الجسم. كل وظائف الجسم يعني من الاخر حاجتين مهمين قوي، الجروث والميتابوليزم. وحيتان البايو كيمستري عارفين بقى الميتابوليزم، وياما هنقعد مع بعض جوه موضوع الميتابوليزم. طب كويس. طب الهرمون اللي دخل الدم لو انت سبته يا حازم جوه الدم، احنا متفقين مادة كيميائية طلعت هتعمل اكشن، بس لو فضلت موجودة يبقى الاكشن دوت هيفضل موجود. طب انا عندي هرمون في الدم يا عم اسلام، هل هسيبه كده يفضل شغال طول الوقت؟ يبقى لازم تعمله ريموفال. لازم تعمله ايه؟ تشيل الهرمون من الدم. ازاي؟ قالك تشيل الهرمون من الدم بطريقة من اثنين، يا اما الاورجن اللي الهرمون راح له ياخده يعمل له ابتيك يدخله عنده ويتعامل هو معاه، يا اما الهرمون وهو بيلف يروح لمين؟ للليفر. يروح لمين؟ والليفر بقى يعمل له ان اكتيفيشن بطرق متعدده. يبقى الريموفال اوف هرمونز بيحصل ازاي؟ تقول لي بحاجه من اثنين، يا اما ابتيك باي ذا سيلز، يا اما ان اكتيفيشن ان ذا ليفر. انا قلت حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ قلت اي حاجة انت مش مستوعبها؟ اكيد طول معايا. اقول لك المرة الجاية تمام، بس مؤقتا الفرق البسيط ان البولتر سيركيليشن عبارة عن بلاد بيزنس داخل فيها دم، انما الزيت عبارة عن دي ماشي فيها حاجات ومش فيها حاجات. في حاجات كتير قوي في الانترودكشن تفيدك قدام، وفي حاجات كتير قوي في الانترودكشن مش هتعرف تلمها كويس الا بعد ما تخلص. تمام؟ يعني في امثله كتير قوي انت ممكن ما تبقاش فاهم الثايرويد جلاند ازاي بتاثر على النيرف سيستم، او ايه علاقه الكالسيوم بالموضوع، او ايه التراكت والبوتر سيركيليشن. كل ما تمشي قدام وترجع تقرا الانترودكشن ده نفسك تفهم الحاجات دي. كويس. خليني بقى اتفق معاك على اتفاق تاني برضه
للاندوكلاين لحد ما يخلص. ما هي الكيميكال نيتشر اوف هرمونز؟ الهرمونز بتاعتنا هو ليه في ده؟ الهرمونز بتاعتنا حاجه من ثلاثه، يا اما بوليبيبتايدز او بروتينز يا اما ستيرويدز يا اما ديريفاتيفز من امينو اسيد واحد اسمه التيروزين. طبعا كلنا عارفين التيروزين. حد ما عارف التيروزين؟ يا اسلام ارجوك ركز وركز، لان ده بدايه كلام هيوفر عليك تعب، لان كل هرمون ليه خصائص كده في الاول قبل ما تبدا تفهم الاكشنز بتاعته. الخصائص دي اصلا مبنيه على طبيعته الكيميائيه، ان البروتين حاجه والستيرويد حاجه والدريفاتيفز والتيروزين حاجه ثالثه. بولي بيبتاين او بروتين يعني سلاسل من الامينو اسيدز، صح؟ كويس. لو السلسله 100 امينو اسيد او اكتر تبقى بروتين، طب لو اقل يبقى بولي بيبتاين. ايه الفرق يا عبيد ما بين كلمة بولي بيبتايد هرمون وبروتين هرمون؟ تقول لي يا دكتور هو كده كده دوت ودوت عبارة عن امينو اسيد، بس دي سلسلة كبيرة أكتر من 100 ودي سلسلة صغيرة أقل من 100. أدي واحد. طب الاستيرويد هرمونز، دول الاستيرويد هرمونز دول متصنعين من حاجة اسمها الكوليسترول، من حاجة اسمها إيه؟ الكوليسترول. الجماعة بتوعنا أصحابنا بتوع البوي يقول لك عليه ده اربع حلقات، ثلاثه سايكلو هيكسايل وواحده سايكلو بنتايل. انا ما اعرفش اساسا يعني، ولا اهتميت ولا بتاع، لان انا اصلا ازمه الاستيرويد فاكرها لغايه النهارده، فاكر مش فاكر فيها اي تفاصيل، بس فاكر ان شكلها كان حاجه عجيبه كده. كان في واحد يحط لك حلقات كده اصعب كتير بتاعت المبلوك، وبعدين يعمل كده وبعدين يطلع لك هنا حلقات مش عارف كده مش عارف ايه، يحط لك واحد ضرب بوند وهي ضرب بوند، بيقول لك اعرف بقى الكلام ده ايه؟ انا مستحيل اعرف ده. لكن اللي انا ما ينفعش ما اعرفوش، انا الاستيرويد هرمونز مشتقين من حاجه اسمها ده فرق جوهري. ليه؟ هقول لك بعد شويه. شوف بعد شويه دي هتيجي. طب الدريفاتيفز اللي من التيروزين ماشي يا محمد. حد ليه وجهات نظر تاني؟ حد يحب يعلق على الورق اللي ده كمان؟ مين هم الدريفاتيفز اوف تيروزين؟ التيروزين ده امينو اسيد. الامينو اسيد دوت اتلعب فيه بشكل ما او باخر، والناس اللي عندها ضمير فاكره ان التيروزين دوت لما بيتعمل له هيدروكسيليشن كان بيتحول الى دوبا. برافو عليك. والدوبا دي بعد كده بتبقى دوبامين، والدوبامين بيديلك اللي بيديلك. اذا هرمونات الادرينال المضله مشتقات من التيروزين. طب انا مش عايز الخص، ممكن انا احاول اساعدك وممكن اقول لك ان البي بي يا راجل. البي بي يعني ايه؟ يعني ده وده وده اولهم بي، فالكيميكال نيتشر بتاعتهم يا هاجر. لو خدت بالك تلاقي ان البيتيوتري راحت مع اللي ما بتتحكمش فيهم، فاللي هي بتتحكم فيهم الجونادز والادرينال كورتكس ستيرويد هرمونز. دول ايه؟ دول ايه؟ امال مين الدريفاتيفز اوف تيروزين؟
ثايرويد هرمونز واحد الادرينال ارجوك ركز عشان توفر على نفسك جهد. انا بكلمك على ايه؟ انا بكلم حضرتك حاليا عن الاندوكراين. ما هو الاندوكراين؟ هو طريقه للتواصل والتحكم في خلايا الجسم بمواد بتطلع من غدد مخصصه. وعرفت معاك شغله الغدد. المواد ديت انا بعد ما تطلع هشيلها، يا اما ان الخلايا اللي وصلت لها اكلتها، يا اما انها عدت على الليفر بوظها عمل لها ان اكتيفيشن. واتفقت معاك ان الهرمونز بتتقسم وفقا للنيتشر بتاعتها كيميائيا الى ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه بروتين او كل طيب. الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه لو الناس عندها ضمير، فطول ما انت ماشي في الاندوكراين هتعرف الخصائص لوحدك بمجرد ما اقول لك ان الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزول بيطلع من الادرينال كورتكس. يبقى النيتشر بتاعته كورتيزول ايه؟ كورتيزول عباره عن ده يتبني عليه كلام كتير قوي من غير وانت مغمض. طب الجروث هرمون اللي بيطلع من البيتيوتري النيتشر بتاعته ايه؟ النيتشر بتاعته ايه؟ طب الالتوستيرون اللي انا ما اعرفش عنه اي حاجه حتى سنه اولى نسيتها، الكيميكال نيتشر بتاعته ايه؟ تقول لي ده بيطلع من الكورتكس. اذا هو عباره عن طب التستوستيرون بتاع الريبرودكشن برانش ثاني خالص، بس ده هرمون بيطلع من الجولدز. اذا الكيميكال نيتشر بتاعته وبناء على معرفتك النيتشر ديت هتقول كلام لوحدك. اول كلام هتقوله مثلا طريقه التصنيع. كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز بتتصنع بطريقه تختلف عن الاسترويد، تختلف عن الثايرويد. بروتينز البوليبيبتايد هرمونز بتتصنع جوه الخلايا بتاعتها في حاجه اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولم. حاجه اسمها ايه؟ تاني هيستولوجي قاعدين معايا وعارفين الرف اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه، الرف اللي عليها جرانيولز معموله من الناس اللي عندها ضمير وبتظبط العلم ببعضه يقول لك اه طبعا لازم يبقى عليها رايبوزومز، لان يعني الرايبوزومز هي الار ار ان اي، وهو دوت الحلقه الاهم في او الخطوه الاخيره في تصنيع البروتين. فانا هبدا اصنع البروتين هرمون فين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. يوم يطلع الهرمون الاول في صوره حاجه اسمها اسمع الاسم بري بلو هرمون. يقوم داخل على اندوبلازميك ريتيكولم عادي مش رف، يقوم دي تتكسر فيفضل لك مين؟ ده بقى يتحط في اكياس في البتاع اللي انت عارف اسمه جهاز عمى الكلي اللي ما بيعملش اي حاجه غير انه يعمل لك باكجينج. ايه البروتين هرمونز اول خطوه بتصنعها فين؟ بص ان انت تتسال في الانترودكشن هيحصل بس مش كتير، بس فهمك للانترودكشن مره واحده هيريحك مش بس في الانترودكشن لا في حاجات تانية جايه. وقبل ما انسى محدش يجيب حصه التلات. حصه التلات مستحيل مستحيل انك انت تقدر بعد كده تجمعها، فانا مش عايز ما تجيبش التلات. أكمل. انا بصنع الاول فين؟ بيطلع الهرمون الاول في صوره حاجه اسمها ايه؟ يروح على الاندوبلازميك ريتيكولم العادي فيتحول الى وبعدين يقوم رايح على كل الاباريتس يتعبى فيه فيزيكالز. يتعبى فيه. طب انا اطلع الفيزيكالز دي ازاي؟ هنا السؤال بقى، انت جوه خليه، واي خليه جواها سيل ممبرين حواليها سيل ممبرين، هتعدي السيل ممبرين ازاي؟ يوم لو حضرتك عندك ضمير تقول لي بالعمليه اللي اسمها اكزو سايتوزس. حد يقدر يقول لي ايه الاشاره بتاعت الاكزو سايتوزس؟ ان حد برافو عليك، ان حد يخلي الكالسيوم عندك يزيد، يجي اكشن بوتنشال يعمل لك حاجه اسمها كالسيوم
انزل. ايه ده؟ الكلام ده انا سمعته قبل كده زمان في سنه اولى واحنا بنتكلم عن الريزم بتاع الكيميكال ترانسميترز. اه ما هو الادرينالين والهرمون الادرينالين كيميكال ترانسميترز بتطلع بنفس الطريقه وهرمونات كتيره بتطلع بالطريقه الثانيه بنفس الطريقه. طب في طريقه ثانيه؟ قال لك اه ان يجي اشاره اشارات كتير بقى تؤدي الى ظهور السايكليك اي ام بي. وده مركب هيخلي الفيزيكلز تطلع بره. انت لاحظتي حاجه؟ البروتين والبوليبيبتايد هرمون عشان يطلع بالاكزوسايتوزيس لازم الاول يجي له اشاره. لازم الاول يجي له ايه؟ اشاره. ما بيطلعش لوحده. يا عم اسلام البروتين والبوليبيبتايد هرمون موجود ولا مش موجود؟ هو متصنع وموجود بتعبي فيه اكياس، بس عشان يطلع بالاكزوسايتوزيس لازم حد الاول يدينا الاشاره ديت. حاجه من اثنين، يا اما كالسيوم يا اما مركب تاني زي سايكليك ام بي. طب تعالى بقى كده نشوف الاستيرويد هرمونز عشان نعرف ايه الفرق. قال لك الكوليسترول هو اللي متخزن عندي خلايا اللي هتطلع استيرويد هرمون حاطه كوليسترول استرز. انت مخزن هرمون يا عم محمد؟ لا مش مخزن هرمون. طيب لو جالي اشاره تخليني اصنع، هو ما صنع الاستيرويد هرمون حالا. طب انت ليه مش مخزن يا نور؟ عشان الاستيرويد هرمون ما بيقعدش جوه. الاستيرويد متصنع من والكوليسترول احد الليبيد والسيل ممبرين عباره عن فدوت اول ما بيتصنع بيقوم خارج على طول. ده ما تقدرش تقعده جوه الخليه. صنعته هيطلع. فانت عشان تقعد ما تقعدوش هو، تقعد مين؟ تقعد كوليسترول استر. خزن بقى شويه. جات لنا اشاره يا عم احنا محتاجينك، تعالى ثانيه واحده اديني بس دقيقتين، اقوم واخد الكوليسترول استر كسر وخد الكوليسترول هوبا استرويد هرمون هو لوحده قام عادي. عدى ليه يا نور؟ عشان هو اللي بيتروك كده ليه؟ انما دوت متصنع في الفيزيكال، يعرف يطلع لوحده؟ لا لازم الاكزوسايتوز، الاكزوسايتوز ده يطلع هيحصل لوحده؟ لازم تجي لك سيجنال او اشاره. الاشاره حاجه من اتنين، يا اما يا اما مركب تاني زي حد فاهم الكلام اللي انا بقوله ده؟ طول ما انت بتذاكر هتخبط فيه. ما انت بتتكلم عن الادرينال كورتكس وما ادراك ما الادرينال كورتكس، الستينات وما ادراك ما الستينات يا راجل. فهتبص تلاقي مش عارف برضه العظيم كل مره اقول مش هتكلم انت يا راجل سوا على فكره. انا اللي بتكلم. ما علينا. هتبص تلاقي ان الادرينال كورتكس صناعتها عندك في الاخر. طب يا يوسف ما انت عارف حد فاهم انا عايز اوصل لايه؟ ايه؟ احنا اول فرق ما ليه بنشرح وليه بنهتم بالكيميكال نيتشر؟ طبعا انت هتشوف الفرق بعينيك المره الجايه. المره الجايه اللي هي ازاي الهرمون بيشتغل اصلا. ده اهم حاجه اصلا في اي هرمون. يعني يهمك في الهرمون الاكشن وازاي حصل الاكشن. تمام؟ فديت مبنيه على نيتشر. بس مؤقتا اول اهميه للكيميكال نيتشر ايه؟ تقول اول اهميه يا عم احمد في السنتفز اند ذيز. السنتفز لان الروتين والهرمون بيتصنع فين الاول؟ سامع فين؟ بيطلع حاجه اسمها يقوم رايح الى يتحول الى يقوم رايح على جوجا بس عشان يحصل حاجه اسمها باكجنج. يطلع ازاي بعمليه اسمها الاكسايتوز عشان يحصل حاجه من اثنين، يا اما لازم تديني الاول اشاره يا اما حاجه ثانيه زي الناحيه الثانيه بقى الاستيرويد هرمونز بيتصنعوا اصلا من مركبات اسمها ودول بيتحول بيبقى الكوليسترول ده متخزن في حاجه اسمها كوليسترول استر. كوليسترول استر اول ما تيجي الاشاره يتكسر يطلع لك الفري كوليسترول تحوله الى. طب ليه انت مش مخزن الهرمون؟ الهرمون ما بيتخزنش عشان كده كده الليب باي لير هو هيقدر يعدي. تمام. عشان كده انت مش مخزن فري كوليسترول، انت مخزن استر. تمام؟ استر ما بتقدرش تعدي بنفس الصوره.